مالك يا سي؟ من أول ما دخلت يا أخويا وأنت وشك متغير، مالك يا أخويا؟ آي يا رجلي يا ما ياي، رجلي يا السلام عليكم. هو مش ده بردك بتاع الحاج عبد الرازق؟ عبد الرازق مين ياض؟ طب لا مؤاخذة لا مؤاخذة، خلفت من عبد الحليم يا بت؟ بس بلا ما تتكلم، استغفريني يا بت. فاكراني ايه؟ فاكراني ايه؟ وانا اللي بحكي وتحكي عن شرف اختي وانا ضفيتها يا بنت الكلب؟ والله العظيم في الحلال والله حلال يا بنت الكلب، الحلال من ورا ظهري، حرام يا بنت الكلب. ما هو جايبك عملت ايه؟ قلت لا، قلت لك لا. انت عملت ايه؟ سلمتي له نفسك يا بنت الكلب، خليتيه يدوس عليك بالجزمة يا بنت الكلب. وإيه اللي هيفرق لما نتجوز أو دلوقتي؟ واضح إن أنت اللي بتهزر، أو يمكن تافه لدرجة إنك ما تعرفش الفرق بين دلوقتي وبين بعد الجواز. بس أوكي مش مشكلة، ممكن أقول لك أنا الفرق. هتفتكر إني بقيت بتاعتك لوحدك، ملكية خاصة، ممنوع تتنفس من غير ما تاخد إذنك، هتزعق وتعلي صوتك وتقل أدبك لغاية ما تذهب وتقعد في السرير مع صاحبتك تتكلم عليا، وقد ايه أنا زبالة وتعبانة ومطلعة عين أهلك، صح؟ دي آخر مرة نتكلم فيها. اللي سمعته الحب والجواز ده للأغبياء أو اللي مش لاقيين حاجة يعملوها في حياتهم، والاتنين دول أكيد مش أنا. أوكي؟ يلا خلي بالك من نفسك. باي. حتى أنت يا نصرة أنضف حاجة فينا تعمل كده؟ طب ليه؟ وإزاي؟ فين كلامك اللي قعدتي تصدعينا بيه 20 سنة؟ عن الصح والغلط والأصول، كان فين؟ وانتي في حضن البي وجايبالنا منه عيل كمان، انتي عارفه اللي زيك بيسموها ايه؟ خرسي يا ليله الادب يا حدمه الرماه. انا ما عملتش حاجه. احمد اختك نظيف، اختك مش وحشه يا احمد، ما عملتش حاجه يا رحاب، انا عملت زي كل الناس، حبيت واتجوزت على سنة الله ورسوله. يعني انت كنتي متجوزة؟ ولا انت كنتي فاكرة ايه؟ بقى انتوا يا ولاد امبارح عايزين تحاسبوني وتحكموني، نسيتوا الايد اللي قشفت وعجزت من الطبطبة عليكم، ولا عيني اللي ما كانتش بتشوف النوم الا لما كل واحد فيكم يبقى بفرشته. ده نايا اللي سبته ياكل ويشرب وينام في حضن الغريب، كل ده عشانكم. انا جسمي اشعر قوي بصراحه. ايه نصر، انت شايف الموضوع سهل قوي كده؟ يعني لو انا عملت عمتك دي هبقى شريفه؟ انت تخرسي خالص، انت لسه دورك ما جاش. والدور المره دي على مين يا احمد؟ علي انا؟ هتحفر لي حفره وترميني بالحصى، تتقطع ايده وايد اي حد فينا يفكر يمسك يا نصرة. ايوه جيبي ورا يا اختي انتي، ده انتوا خليتوا سيرتنا على كل لسان، العوج قبل العدل في الحاره الزفت دي. مش عايز اسمع كلمه زياده. اختك انضف الميزه ايوب.
مفيش حد يستجري يتكلم عنها كلمه وحشه. نصر ما عملتش حاجه غلط، وانا كنت عارف كل حاجه من الاول. كنت عارف؟ اه كنت عارف، وكله كان برضاي. ابن اختكم من هنا وطالع هيعيش في البيت ده، مفيش حد شطان يوزه يفكر يدوس لها على خاطر هي ولا ابنها. لحسن على حرام لها تفينه هنا، مفهوم؟ يلا كل واحد على اوضته. يلا احمد، عارف منين لقى في برنامج ارهاب؟ احمد انا ما اعرفش. ما تكدبيش، انت اللي قلتي له صح؟ انت ايه يا بنتي غبيه بتتصرفي من غير ما تفكري؟ اي انا كنت خايفه عليكي، ما كنتش عارفه اعمل ايه غير اني اقول لحد عشان يتصرف. يتصرف ايه وانا رايحه في مصيبه؟ ده شغل. تبي تبعتولي عشان يفضحني؟ والله العظيم ما كان قصدي، انا ما فكرتش في كده اصلا، انا قلت احمد طيب يعني مش هيعمل حاجه. طيب اه طيب، وهوجيبه وازها بتبته يا اختي. بس دي غلطتي انا، انا غلطه استأمنت واحده زيك على حاجه. من هنا وراح يرحب الحساب وقتي، وكل واحد فينا عنده حاجه للتانيه يطلعها. وتيجي شايف اختك نصر اهو، الفضايح بتتعرف بتتعرف، وانت عارفه انا ماسكه عليكي ايه كويس قوي، ورحمه امك لندمك وقريب قوي. انت جايه ليه؟ انا مش جايه ادافع عن نفسي ولا اقولك ان انت شفته ده مش حقيقي. لا يا احمد، اللي انت شفته حقيقي، واللي انت ممكن تكون تخيلت انه حصل حصل فعلا. ممكن تطلعي بره دلوقتي؟ هطلع بره، هطلع بره، حاضر، بس والنبي سيبني اقول كل اللي في قلبي، مش هتشوف وشي تاني. يا احمد انا كنت زي اي بنت بتحلم تحب وتتجوز ويبقى عندها عيال. الحب وقلة العقل هما اللي ودوني في 60 داهية، حبيت واحد أكتر من نفسي، طلع ابن كلب. من ساعتها كل حاجة باظت. انت جاية بتقولي لي الكلام ده ليه دلوقتي؟ عشان حبيتك، عشان حبيت بصيتك ليا. عارف يعني ايه واحده تحب واحد عشان بصيته ليها؟ والله حاولت ابعد نفسي عنك ما عرفتش، والدنيا عملت زي ما بتعمل معايا كل مره، جابتني قدامك وفضحتني. انا مش هلومك لو انت قررت تقطع معايا وما تعرفنيش تاني، حقك. يا ريتك يا اخي كنت عملتني زي اي واحد فيهم عاملني، زي اي واحد تستاهل كلمه حلوه ولا احترام. على فين؟ نازلة الجامعة، عندي محاضرات. وشك رايق يعني؟ مفيش حد من اخواتك الستة رواقك النهاردة ولا ايه؟ يبقى خلصت. ما انا كنت كنت ايه يا بنت انت؟ كنت فاكر ان انا مش عارف ولا ايه؟ يا بنت لو راحت ايد عليك اموتك. انت حتة عيلة، عايزة ايه تاني من الدنيا؟ عايزة حاجات كتير يا سيد. زي ايه؟ مش كنت قلت لي عايزة عربية وقلت لك حاضر؟ عايزة ايه تاني؟ دي حاجة، دي حاجة من ضمن مليون حاجة، وأقل حاجة كمان، ناقصني عيشة كويسة يا سيد، اللي أقل مني عايشينها وعاملين نفسهم حوانم وبرنسيسات، وانا مش في الخريطه خالص. والكلام اللي انت كنت قلتيه ده بنت، ده اللي هيحطك على الخريطه بنت جدله. ما تردي اهو سلمها. مش انت طول عمرك يا اخويا بتقولي لنا خدوها سلمها سلمها، وانا خدت بكلامك شغل وهكبر فيه. تكبري ده انت وطيتي ووطيتينا معاكي، بس ورحمه امك لا هظبطك قبل ما تفجري. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا بخرست، والله العظيم. نهايه الكلام، مفيش لزوم البيت لا جامعة ولا سيفت، وباب الشقة ده ما تخطيهوش. حرام عليك. اكتمي. مش كنت زعلان قوي ان سيد سافر وسابك، او سيد رجع لك اهو؟
بس هيظبطك الظبطه الصح يا بنت جدال. حاجة؟ لا خالص، بس أنا ملاحظة من بدري يعني إن حضرتك مش على بعضك وسرحانة، حساكي متضايقة من حاجة فقلت أطمن عليكي. والله متضايقة من حاجة، مبسوطة من حاجة، دي حاجة تخصني مش كده ولا إيه؟ عندك حق، أنا أسفة. رحاب معلش، أنا بس متضايقة شوية. متزعليش من طريقتي يعني. تعالي يا ولدي. احكيلي عاملة إيه مع صاحبك؟ أنا جاية أطمن عليكي وأخفف عنك، تقومي تقلبي عليا المواجع؟ واضح انه ما خدش خطوة مش كده؟ ولا هياخد. صلاح زي ما يكون مصدق يبعد. ازاي؟ انا مش قادرة افهم ازاي. انا وصلت لمرحلة قاعدة براجع كل الكلام والضحك والوعود اللي كانت بينا. بسأل نفسي، هو اللي بينا ده كان بجد؟ حصل يعني؟ كان حقيقي؟ ولا انا بتخيله؟ من كتر ما هو مش حاسس بيا، سايبني لوحدي ونسيني خالص. دي الوحدة؟ الوحدة دي حاجة بتوجع. أنا قدامك أهو، واختارها بإرادتي، ومع ذلك تعبانة منها قوي. أوعي تعملي زي. وأنا هعمل إيه بس؟ ما انا عايزاه يبقى معايا، هو مش عاوز. وحضرتك يعني ناس كتير قوي بيتمنوا يكونوا حواليكي، وانتي اللي مش عايزه. يمكن عشان جربت مره واتوجعت، والحياه ما فيهاش كذا مره الواحد يجرب فيها. بس انتي غير، انتي لازم تجرب. انتي من البنات اللي الوحده ما تلاقش عليهم اصلا. وانا عامل ايه بس يعني؟ طالما متاكده من حبك ليه يبقى اوعي تسيبيه، خليه معاكي، حافظي عليه، روحي له واتكلمي معاه، واجهيه. اوعي تتفرجي على عمرك ومشاعرك بيضيعوا قدام عينيكي وانتي قاعده تتفرجي. اتحركي اتحركي دلوقتي بدل ما تندمي بعدين. عن إذن حضرتك. أيوة افردي ظهرك كده. ربنا يخليك ليا يا ميزة، ما عدليش حد يحن عليا يا أختي غيرك. ما تقوليش كده، دول يخدموك بيرموش عينيهم. هما فين دول؟ الزعلة المرة دي كانت قاسية قوي. وهتروح لحالها إن شاء الله، بس تعالي هنا. ده أنت حسابك معايا تقيل قوي كده برضو. ده أنا بقول إن أنت أختي ونص التاني اللي في عبك في عبي، نداري على الناس كلها ونرمي في حجر بعض. تقوم أنت تخبي عني السنين دي كلها وتشيلي الحمل لوحدك. كل واحد فينا مكفي. أخصى عليك يا نصرة. واجبك يا ست الناس. تسلم. ايه الواد العسل ده؟ هادي يا عمر، دي خالتك ميزة، اختي، اختي بجد اللي طلعت بيها من الدنيا. ربنا دي من معروف يا خالتي. على فكرة انا واد حلو قوي وعجبك، ولو عوزتيني في اي حاجة ابعتيلي وانا اجيلك اهو. يا اختي الواد السكر ده يبارك لي فيك وفي عبيتك يا حبيبي. كده برضو يا ناقصة تداري عننا الواد السكر ده. عمر اخرج دلوقتي يا ولد. والنبي عنده حق سيد يا حن، الواد طلته تشرح القلب. يا حن سيد رحمني،
ربنا بعت لي ابني في حب وخد مني سيد زي ما يكون مكتوب عليا ان الاثنين ما يبقوش معايا. استغفر الله العظيم. يا بنت ما تقوليش كده. سيد لو قصد شر ما كانش جاب لك ابنك لغايه عندك ورد لك كرامتك قدام اخواتك. رد اسمه وسمعته، والا ما كانش قال انه قريبنا واهله ماتوا جايبينه نربيه عندنا كده في وسطنا. ما بلاش طمع بقى، ابنك زي قريبك. وبعدين كنت عايزاه يقول للناس ايه؟ يلف عليهم بالربابه ويقعد يلت ويعجن؟ كويس ان هي جت على قلمين وكلمتين في الهوا. يا ريت يا اختي كان عمل معايا كده، انما هو لا سلام ولا كلام من ساعه المدعو اللي اسمه حماده. يا عيني عليك يا نصر. انا كنت عملت ايه عشان يحصل فيا ده كله؟ يا بنت بطلي تعددي بقى، صلي على النبي، ده هما شويه زعل وهيروحوا لحالهم. يا اختي عيب يا معلم، ده احنا بقالنا عمر شغالين مع بعض، مش انا اللي خسع. امال بتسمي اللي حصل ده ايه يا شندي؟ ها؟ تبرع لاداره المكافحه؟ يا عمنا انت كل مره تجيلي تعمل لي سبع البرومبه وتقول لي بضاعتك هتوصلك لحد عندك يا فوده، تحط عليها الحكومه في السكه، تيجي تشتكي لي هم؟ الخساره عليا وعليك. ما هو لا مؤاخذه بضاعتي لما بتتقفش في السكه وهي رايحه لك بتداري قرشك جوه جيبك وتقول قدر ولطف. واشيل انا اخسر بضاعه ورجاله؟ شوف انت بقى الواحد بيقعد قد ايه عقبال ما بيقدر يعملهم تاني. يبقى لا مؤاخذه بقى، ما تحملش المعلم بتاعك. مش قادر تامن بضاعتك فركه كعب من اسكندريه لهنا؟ قول لنا يا عم واحنا هنتصرف. وانت مين بالصلاه على النبي؟ ايه يا معلمه؟ ما تظبط رجالتك وتفهمهم ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش، ولا القعده سيد دراعي اليمين يا شندي. اظبط كلامك، قلته ما فيهاش غلط. شوف يا معلم شندي، لا مؤاخذه كل سطر واللي شداد، واتفاق مع المعلم فودة ما ينفعش ترجع فيه، والسوق بقى هيحان على البضاعة دي بالذات، يبقى لازم ترجع. هتتقفش تاني. الحوارات دي ما بقتش تاكل على الحكومة دلوقتي، خلاص هرش كل الأفلام. أمان. يبقى وسع جرابك يا حيوان. شوف يا معلم، البضاعة بتاعتك احنا اشتريناها من جوه مخازن، ولا مؤاخذة احنا المسؤولين عنها لحد ما توصل لحد عتبة بيتنا. يا سيد، ما تفتحش صدرك بالجامد كده، دليلته هو احنا مالناش فيها. اتقل يا سيدي المعلمين. والله لا تتبسط، بس بشرط يا معلم، البضاعة المرة دي مهرها يخس 20%. كتير. فكر. عشان خاطر اللي بيني وبين معلمك أمين، بس أنا كمان عندي شرط. تعالى. أقفش فلوسي وقتي قبل البضاعة ما تخطي خطوة واحدة بره جرها. شندي ناصح قوي. عشان لما تتقفش البس انا المره دي وانت تاخد بطارك. ها، مبروك يا معلم شندي. موافقين؟ لما اوزع معلم بعد اقولك طبعا. ما تقلقش، سيب نفسك وشوف بخريست اعمل لكم ايه. تصدق بالله يا وحش، لو العمليه دي تمت على ايديك وحياه جنى بنتي لبصم لك بالعشرين. ماشي يا سيدي ابو خريست، هنشوف. وحياه جنى اللي هتشوف. ولا حوكة؟ ايوه. طاست معسل بسرعه يا اعتبره حصل يا باشا البشوات. خد يا. ايه يا معلم؟ الدنيا تمام. الحاره بقت معششه واغش يا باشا. الواد وائل ابن امبارح الهفع دوت مدور لي الباب دلوقتي وعامل لي فيها برنس. وصحابه غيره الاستاذ حجاج بتاع وزاره العدل مسكوا في قضيه رشوه طب خد الكبيره بقى يا كبير، المعلم سلطان. المعلم سلطان لو يبيع نصيبه في القهوه ويخلع. كلام جد يا ولا هبت مني؟ والنعمة الشريفة زي ما بقول لك كده. طب روح انت. حمامة. ايه؟ مش كان في بينا ميعاد ولا هي زنقة واتفضت في الدف كده؟ ماشي يا مرجان. ابقى اكلمك انا، استنى مني قلوب. بس بسرعة وحد معلمك. ها؟ ده جيت يا بلبل؟ جيت يا سلطان. ينفع كده برضه يا سلطان؟ عايز تبيع وتقفل عتبة الرزق اللي بيجي لنا منها لقمة العيش. ده لحقت تعرف؟ امال انت عايز تعملها من ورا بلبل؟ اعمل ايه يا ورا انت؟ وانا هبيع نصيبك؟ ده نصيب انا، انت مالك انت؟ لا لا، ولا نصيبك ولا نصيبي ولا في بيع من بابه اصلا. انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انا برضه اللي اتجننت، ولا انت اللي ماشي ورا كلام مراتك لحد ما هتبيعك كل حاجه؟ لا، رايح تتخرف ولا ايه؟ ده جبت سيرة مراد الكلام ولا ايه؟
تصدق تؤمن بالله؟ لا لا الا الله. انت راجل وسخ. حلو ان انت عرفت ان انا وسخ. عارف انا كنت هكبرك دلوقتي واخدك معايا تقرا لي فاتحه، بس مش هاخدك وهروح لوحدي. روح اخويا، ده ما عملت خير. ماشي يا سلطان. ماشي يا نبي. صلاح صلاح رحب، في ايه؟ انا عايزاك ضروري كده في الشارع. بعدين بعدين اروح وانا بكلمك. يلا دلوقتي يا صلاح. الله، في ايه؟ عايز اعرف انت عايزني ولا لا، وده وقت ان انا رحب موقفاني في الشارع تعرفي انا عاوزك ولا لا. رد عليا. ايوه عاوز. خلاص يبقى نتجوز على طول. انت دلوقتي دنيتك حلوه وشغلك زبط مع بوخارست من ساعه ما رجعت. نتجوز ايه؟ ما انت عارفه الحاجات دي محتاجه ترتيب نرتبها سوا. انت عارف ان انا مش عايزه اي حاجه في الدنيا دي غيرك، والا ورحمه ابويا وامي لا اقول لبوخارست واطربقها على دماغك كله. اما فيها حقوبه، انت مالك زعلك وحش كده ليه؟ بالراحه يا بنت كده. ده انا صلاح برضه. انا غلبت فيك يا صلاح، وانت ولا انت هنا. لا هنا ورسع الحوار كله كمان. يعني خلاص هتقول لاخويا؟ هقول وأحط نهاية لكل حاجة وهتشوفي. أما نشوف. يلا صراحي صلاح. يا بنت يلا صراحي. ماشي البيت عسل. زي ما قلت لك بالحلال، أنا صحيح كدبت، بس والله يا أخويا غصب عني. يا سيد أنت راجل البيت وسيد الحارة كلها، ويا ما ضحيت عشاننا يا أخويا، بس أنا كمان ضحيت. ضيعت عمري وحياتي تحت رجليكم، دريت في قلبي حزني وحسرتي على الرجل اللي حبيته. لجل ما ربي اللي فاضل لي من راحته. زي سامحني يا اخويا، رحمة امك ما تسامحني. خلينا يا اخويا نربي الواد وضعوا عن سنين الغلب اللي عاشها. وانا قلتها لك يا مصر، الحلال من ورا ظهري حرام. هو السقف بيتشقلب ولا انا اللي مهزوز ولا ايه؟ بنت يونيا عايز ايه يا نبيل؟ ما تقومي تهزلنا هزتين كده عشان نشوف موضوع السقف ده. لا ده انت كده وانا وانت على الاخر. انا هقوم اعمل لك طاجن قهوه. خليهم اتنين يا يوني. ايه يا اخويا؟ يا يوني. وده من امتى؟ من دلوقتي يا عم. ماشي يا عسل. أحبك يا طويل. بقول لك يا صالح، وانت ما تعرفش ابوك عايز يبيع نصيبه ليه؟ نصيبه ايه لما اوصل؟ ايه ده؟ ده انت على ودانك بقى. نصيبه في القهوة. اللي انت بتقوله ده جد ولا انت ونونت زي ما قالت؟ زي ما بقول لك كده، ابوك عايز يبيع نصيبه وياخد بيهم شقة للست ايمان. هي بقت كده؟ مش مكفيه اللي خده؟ ابوك عنده حق، الحاره بقت فقر وزباله، وهو متعلقه في رقبته حرمه جديده وحلوه ولسه صغيره وعندها تطلعات. يوم يهر وراها ويبيعنا لحيلتنا عشان يتكيف، هيفضل لنا ايه؟ شقه امي؟ ده مش بعيد كمان يلف عليها. لا 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 لا، مش للدرجه دي. هو صحيح ممكن يعمل كده؟ طب وامك؟ انا مش عارف الراجل ده عايز مني ايه، بس عليا الحرام ما انا ساكت. لا 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 لا، انا عايزك بالهداوه ده، مهما يكون ابوك. ماشي، انا عايزك تكلمه كده كلمتين بالهداوه يمكن يرد على اللي في دماغه. عمر، مش عارفه ليه قلبي حاسس انك صاحي وعامل فيها نايم، كمان نايم بهدومك.
انت هتفضل قاعد لوحدك كده مش هتخرج من الاوضه يعني؟ انا هنا كويس. بس انا بقى مش كويس، انا ما صدقت ابقى خاله ويبقى لي ابن اخت حليوه زيك كده، اقوم معرفش اتلم عليه واتكلم معاه كلمتين؟ بذمتك ينفع كده؟ اصل مش عايزه اضايق حد، بقول كفايه عوق. عوق يا ابني بطل الكلام ده، احنا كلنا مبسوطين انك في وسطينا، بس هي الحكايه جت مفاجاه، بس عارف مفاجاه زي العسل زيك. انا كمان مبسوط والنعمه، طول عمري كان نفسي ابقى جنب امي ويبقى لي اهلي وعزوه كده غير العيال المقاطيع بتوع الملجا. يا حبيبي انسى كل اللي فات، وان شاء الله احنا سوا هنعوض كل اللي فات يا عمر. طب وانا لما احب اندهلك اقول لك ايه؟ انا هنا كلهم بيقولوا لي يا حوبه. طب وانا ينفع اقول لك يا خالتي؟ اصل عمري ما قلتها لحد. طبعا طبعا يا حبيب خالتك. خير يا سيدي المعلمين، مش عاوزك يعني تجيبني على ملا وشي كده. سيبك من دخلة الحريم دي، انا زي الفل اهو. ايه؟ انا لازم ابقى عيان وبموت عشان تيجي تزورني ولا ايه؟ انا قلت كده برضه، قاعد بقى فاضي، عايز يجيبني ويرازيني وخلاص. مالك كده يا سيد؟ ماليش مالي، مدعوك بس حبتين في الشغل، بس متقلقش عليا، ابنك حامي وفوت في الحديد. تفوت في الحديد وتجيبه نصين ماشي، انما تاخدك الجلاله وتدوس على حبايبك وناسك، ساعتها انا اللي هقف لك يا ابني. يا نهار اسود، تتقطع رجلي قبل ما توقف لي في حاجه. سيبك من الباكج ده، انت مزعل خطيبتك ليه؟ البنت جت لحد هنا اهو وهي مفلوقه من العياط. ميسا جت اشتكت لك. ماشي يا بنت الكلب، طب انا حسابي معاها بعدين. جرايه يا سيد، انا مصدقني انك هتتأهل، والبنت جت وقعت في عرضي، هتغيب منك وتتعرض لها عشان وقعت في عرضي ولا ايه؟ يا معلم جدال انت ما بتعرفش عملت ايه؟ دي بتقرطصني، راحت تخطب لنصرة من ورايا. طب اهبط اهبط، هي حكيت لي على كل حاجه. الحقيقه انا عاذرها، البنت قصدها خير، ما رضيتش تدخلك في الموضوع على ما تعرف ميه نصرة ايه. وانت عارف دماغ اختك بقى اكتر واحد عارفها. صح، انا اكتر واحد عارفها، وعشان كده بقول لك ما تقلقش، زعلت يومين وهتعدي، وعشان خاطرك انا برضه هظبط الموضوع. سيبك بقى من محن الحريم وزعله، قول لي مالك وما تقوليش مفيش. زمان قلت لي الدنيا دي حياه ورثتها بالدم، وتمامها يا دوب ربط على الجرح وتشمر لها وشك هتخاف منك وتجري، ما قلتليش بقى ان سماها بيفضل سارح جوه دمك وانت مش دريان، لحد ما بتهد بدلك وبتسقط عاجز قدامها. مفيش هدة تجيب دغ البني ادم قد هدة القلب. ومادام انت موجوع قوي كده يبقى الوجع جاي من قريب. ومادام قريب يبقى لازم تسامحه، عشان لو ما سامحتوش الدنيا هي اللي هتحاربه، ساعتها مش هتقع عاجز، هتقع ميت. قبل ايه؟ قبل ايه؟ عايز ايه؟ تليفوني عشان ايه؟ اخرج بره. الو؟ ايوه ايه؟ انتي قافله موبايلك ليه؟ لا انا مش قافلاه، بس هو واقع على الارض فبعته يتصلح. طب سيبك من الكلام ده، فهميني ايه اللي بيحصل. كلموني دلوقتي من البلاتو بيقولوا انك مش جايه، مظبوط الكلام ده؟ ما هو ايه، الشغل ما بيستناش حد. بعدين انتي ايه حكايتك؟ ولا كل مره عندك مصيبه شكل؟ بقول لك ايه، انتي كده بتحرجيني مع الناس. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اعمل ايه. نازله الاوردر ولا مش نازله؟ لا مش هينفع، علشان انا مش عارفه اعمل ايه. انت جايشه ستي سيد، ازاي عليك النبي ما تسيبني يا اخويا؟ حلفك بخلوتي عندك لاني عارفه ان قلبك قفل من ناحيتي، لكن حلفك باللي بيني وبينك لو لسه في قلبك شويه معزه ما تردني مكسوره. انا اللي كسرتك يا نصر. ينقطع لساني يا اخويا لو قلت كده. لا انا اللي جبت كل حاجه على دماغي وظلمتك معايا، بس انت لو تسمعني
وتصدقني هتصدقني. انا عارف ان الراحة مش غيرك، بس واحد اضربني كسر عضمي، ان شاء الله تحل رقبتي كله يهون ولا عيش ثانية واحدة وانت مواري وشك عني وعاد لسانك علي. بكرة تعود يا نصر، زي ما فضلت العمر ده كله مخبية عني وبتبصي في عينيا عادي. وانت فاكر ان انا مش قادر ابصلك عشان ناس انت مين؟ المصيبة ان انا مش ناسي وعارف انت مين، وفاكر كل حاجة حلوة انت عملتيها معانا يا نصر. تنامي في حضنه بترجعي لنا عادي كده؟ خسارة. انت كل حاجة حلوة عملتيها في البيت ده كان الستارة لكل حاجة وسخة عملتيها في البيت عنده. ده كان جوزي يا سيد. انت عايزني اعيش بطولة تاني؟ تاني ايه؟ هو كان في اولاني وكله راح وخلص، وهو راح وفضلت انا مسنود عليه ومستنياك ترجع من زمان. زمان؟ انت لسه فاكره ايه من زمان يا نصر؟ كنت ابويا وكنت انا امك لما الدنيا دلوقتي جت علينا. احنا الدنيا، احنا اللي بنجرح ونخون بعض، احنا اللي بنندم على كل حاجه حلوه راحت بينا عشان لما ندوس على بعض الجرح يوجع قوي. قول اللي تقول، سمع نفسك وزود في الكلام زي ما انت عايز، بس انت مش ملك نفسك. انت مني غصب عنك، وليه حق عليك انك تسامح؟ حقك اللي عندي انت خدتيه خلاص. لما حميتك من اخواتك ولميت لك ابنك من الشوارع، بس لحد النهارده سيد ونصر بتوع زمان خلاص ماتوا، والميت ما بيرجعش غير يوم الحساب. وانا وانت بقى يا نصر حسابنا خلص مع بعض. باشا اللحمة تبوظ. انزل يالا، انزل. تعالى يا حبيبي اللي موقفك عندك. رجلك عاملة ايه يما؟ تيجي اوديك المستوصف؟ انا لمحت واحد جنبينا هنا. مستوصف؟ امك واتت يا واد، ما تعرقش من خطوة زي دي. حقك عليا يما. لا ايه يا واد، في ايه؟ يما عيب، انا كبرت وفاهم وحاسس بيك وباللي حصل لك بسببي. لولا ان انا جيت لك هنا قدام اخواتك ما كانش ده كله حصل. ما تقولش كده. يما انا وقعت على الدنيا لقيت نفسي بطولي، مش عايزك تبقي زيي. اهلك وصادق ومقاطعينك. وبعدين معاك بقى، ما تسكتش يا عمر. انا ماشي يما. خلي سيد مش هيصفالك الا الموضوع ده يتلم. ده مش هيحصل غير لو انا مشي. ورحمه ابوك بتقول كده؟ ده انا ما صدقت ان انا وانت بقينا في بيت واحد. كلامك حلو ياما، بس انا مش هينفع. بس انت راجلي، انت راجلي يا حبيبي. سيد خلق بيحبك يا عبيد، بس هو زعلان مني انا عشان موضوع زمان. انت تمشي وتسيبني؟ لا بلك، انا ندمان على انك معايا. لا يا حبيبي، انا ندمان على انك مش معايا من زمان.
ايه طيب؟ ايه الاخبار؟ صلاح وقع بالبضاعة يا معلم. وانتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين يا طيب؟ الله، انا مش قايل لكم تشغلوا الحكومة لحد ما هو يهبق بيها؟ ما قلت لك يا معلم دي حركة قديمة والمكافحة قرشاها. نطرونا وغبوا عليه وكانهم عارفين كمان. يلا ربنا يعوض عليك يا معلم. كنت فين يا سيد؟ صلاح اتمسك. قلت لك يا اخي بلاش فتحة الصدر اللي بتجامد دي. صلاح مين اللي اتمسك؟ صلاح جاي وراك. جاي وراك ازاي؟ طيب لسه هي اللي اتقفش بالبضاعة. مين اللي اتقفش بالبضاعة؟ البضاعة اهي. ايه العربية دي؟ البضاعة فين يا سيد؟ في المية؟ اه في المية. انت اتهبلت يا سيد؟ دوبت البودرة في المية؟ ايه ده بس يا معلم وفهمني. المية دي هنحطها في حلل كبيرة، نولع تحتيها تسخن تتبخر، احنا بقى نكفي وشنا عليها نسنفها. اريني. ايه ده بس يا معلم، ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. يا ابن العفاريت، ابوك ذات نفسه في زمانه ما تطلعش منه ليله بالمعلمه دي. تعال اوريك بقيه البضاعه. بقولك ايه بقى يا نصره، خديها من واحده اتنحلت خطوتها من لف والدوران. اخوكي سيد طيب وابن حلال، على قد ما بتبان زعلته معفره بس يا كبده بينزل على ما فيش وحينسى. بكره تقولي العالمه قالت وحققت. قولي يا رب. عمر روح وطي على الرز يا حبيبي. يوطي على ايه بس يا نصره؟ ما احنا وطينا عليه من ربعاي. طب يا اخويا روح بقى اغرف وتلحلح كده، اسم النبي حرصة. انا يا ست الكل انت تؤمر. يا لهوي، ايه ده ايه ده؟ واخد باكش خلو بالظبط. بقول لك ايه يا واد، انا مش قد الحنيه دي. لحسن انا على تكه وحياة امك، لا اكتب عليك وقتي. امشي ولا امشي ياد من هنا. جرحي يا بابا، الواد لسه صغار. هو في حد صغار؟ بقول لك ايه يا حبا يا حبيبتي، هاتي بقيه الاكل يلا يا حبيبي. حاضر يا احمد. يا ايه ما تيجوا بقى يا عيال خلينا ناكل. ايه يا اختي نيات دي مالها قاعده كده ليه؟ بقول لك ايه، ما تكلمي سيد في التليفون تقولي له ان احنا مستنيينه على اكل. ماشي يا اختي هكلم. بس بقول لك ايه، هتشحنيني انا لسه سالفه ب 10 جنيه. حاضر. ايه ده ابن حلال؟ سيد تعالى كل معانا يا اخويا مستنيينك. مش عايز اكل، كل انت. ايه يا سيد، وكنت نايمه في حضنك يا اخويا. طب تعال اكبر بخاطري واقعد معانا واعمل نفسك بتاكل. ازيك يا يونيا؟ ان شاء الله تسلم يا اخوي. العش خير. خالتي رحاب قالت انك بتحب مهج على النار لباك عدل. لا بقول لك ايه يا اخويا، هو الواد صلاح فين مخفي اليومين دول يعني؟ ده مش فين سير عدل، بس تهبت منه على الاخر. ليه؟ ماله يا اخويا؟ انا عايز اتجوز ويكمل نص دينه. ومنين؟ من بيت جدالة. ايه الجدع ده؟ ومين بقى في بيت جدالة هتوافق بيه؟ ده موكوس. ده وكمان مين؟ ده عايز السنيورة. عايز آية. قلت له يا سيد، اوعى تكون وافقت. لا طبعا اوافق على مين؟ صلاح صاحبي اخويا كل حاجة. بس وعده واخدها بالعافيه ورزقه اصابت يا خابر، وانا بديتها له كده في وشه على طول. لا انا موافق ولا البنت موافقه كمان. احسن. احسن ليه؟ انا موافقه. ايه مالكم؟ بقول لكم موافقه. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
الدنيا بتظلم الناس وناس تعليها وبتساوي على ناس والحلم بيضيع بيها. ليلي 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 يا ليلي يا علي سامحني يابا انا وسط غابة العشق ممنوع وانا اللي عالك بيه.